See, in this world, there's two kinds of people, my friend. Why so serious? You talking to me? I'll be back. I'm gonna make him an offer again. ازيك يا جماعه؟ النهارده في حلقه جديده هنا في ستيفلر رياكشن على هوم سينما. رجعنا في فيديو جديد وحلقه جديده، والتريلر اللي احنا هنعمله رياكشن هو الفيلم اللي بالنسبه لي انا واحد من اكتر الافلام المنتظره في عام 2023، واحد من احلى الفرانشايزز برضو بالنسبه لي، وهو فيلم سو اكس، او بمعنى الاصح سو الجزء رقم 10. انا متفائل شويه الى حد ما لفكره ان توبين بيل هيرجع تاني يعمل جيك سو اللي هو الراجل العجوز، يعني بطل الفرانشايز، وفي نفس الوقت برضو مش متفائل شويه. ليه مش متفائل؟ لان المخرج كيفن جويترد ده نفس المخرج اللي كان عمل قبل كده سو 3D، اللي هو كان فيلم 3D بتاع سو، والجزء السادس كمان اللي هو سو 6. فبالنسبة لي انا اصلا الجزئين دول ما كانوش يعني احسن حاجة خالص، يعني كانوا تقريبا ممكن يكونوا تقدروا تقولوا من اقل الاجزاء اللي كانت موجودة في سلسلة افلام سو. انا بالنسبة لي سو هو يعتبر الاول والتاني والتالت، غير كده بعد كده كل اللي جاي يعني بعد الجزء التالت بالنسبة لي كان حاجات صعبة قوي، يعني نادرا ان في حاجات ممكن ها تعجبني. يعني حتى الفيلم الاخير اللي كان نازل اللي هو المفروض ان هو يعني سبين اوف، اللي هو اللي كان فيلم اللي اسمه سبايرل بتاع كريس روك، ده كان بالنسبه لي كان فيلم صعب قوي، يعني حتى كان كايرادات ما نجحش يعني، وحتى انا مش بعتبره اصلا ان هو جزء او في عالم من العوالم بتاع جيكسو، يعني صعب قوي يعني كان. وزي ما قلت في دور البطوله هيبقى معانا توبين بيل اللي هو بجيكسو، وهيرجع او هترجع كمان معانا شاوني سميث اللي هي اماندا يونج اللي كانت موجوده في الاجزاء القديمه. طب حد بقى يجي يقول لي طب ازاي الناس دي هترجع تاني معانا في السلسله معانا، او الجزء ده بالاخص في فيلم سو؟ هقول لهم يا جدعان، لحد دلوقتي البلوت لسه مش عارفينه قوي، بس الحاجه الوحيده اللي اكدها لكم او الحاجه الوحيده اللي اعرفها ان الفيلم ده هتدور احداثه ما بين الجزء الاول والجزء الثاني، او ما بين الجزء الثاني والجزء الثالث، يعني في احداث هتبقى ما بين الجزء الاول والثاني، او يا اما الثاني والثالث، يعني هيبقى في اجزاء في النص كده، حاجات في النص احنا ما شفناهاش. يعني تقدروا تقولوا مثلا كده ده يعتبر سو اكس 1.5 مثلا او 2.5 مثلا، يعني اللي هم هنمشي بنفس الكونسبت. طبعا كالعاده ما شفتش التريلر ولا مره، هشوفه معاكم دلوقتي لاول مره. سو اكس التريلر ده لسه نزل امبارح على فكره، ما اعرفش نزل الساعه كام، انا امبارح نايم الفجر، فلحد الفجر ما كانش موجود، يعني didn't got release. انا صحيت الصبح لقيته موجود، فانا مبسوط فشخ يعني ومتحمس له جدا، فاتمنى ان هو يطلع على قد التوقعات. يلا بينا. There is one person who might be able to help. Our program is a two-pronged treatment outside Mexico City. You're in very good hands with us. After that, what happens then? Your whole life happens then. The tumor was never removed. How much time do I have? Months, at best. I still have a lot of work that needs to be done. You all pretended to cure me, but what I have planned for each of you. No light, no sound. The only thing I have not provided, you will want to remain alert. Out of all the men that she would take, place a big enough piece of your cerebral tissue into the glass enzyme. This is not retribution. Live or die, the choice is yours. Wow! Wow! جامد فشخ التريلر، جامد فشخ. هو عامه انا زي ما قلت، هو في الاول يعتبر ده يعتبر الجزء، يعني القصه ما بين الجزء الثاني والجزء الثالث، لان انتوا لو ما خدتوا بالكم لما هو كان في المستشفى كان بيرسم يعني التراب اللي كانت موجوده في الجزء الثالث، اللي هو بتاعه الواد الاسمر اللي كان محطوط هنا، وبعد كده ابتدى مخه يلف وجسمه يلف لحد ما مات. فهو غالبا احداثه ما بين الثاني والثالث، وظهور اماندا بيت في الاخر جامد فشخ. وكمان الصوت لما جيت عملت لكم كده، الصوت لما جيت عملت لكم كده اللي عجبني جدا تقريبا، واتمنى اكون يعني اتمنى ان هو يكون موجود، ده تقريبا من صوته ديتكتيف هوفمان
اللي كان معانا في الجزء الرابع والجزء الخامس والجزء السادس. اتمنى بجد ان هو يكون معانا في الفيلم ده، لان لسه لحد دلوقتي اللي متابعين السلسله لحد دلوقتي مش عارفين الراجل ده مصيره كان ايه. يعني هو في سو 3 دي، هحرق يا جدعان فاللي عايز يسكيب الحته دي، في سو 3 دي الديتكتيف هوفمان بعد ما الناس عرفت ان هو يعني اللي بيعمل اعمال بتاعت الجيكسو والكلام ده كله بعد جون كريمر، فبعد كده عرفنا ان كل اللي كان ورا الكلام ده كان دكتور جوردن، وبعد كده حبسه في الحمام من ايام سو 3 دي، ومن ساعتها مش عارفين ايه بقى اللي حصل له. بس المشكله حتى لو هو رجع هنا كاحداث الجزء ده هتبقى بين التاني والتالت شكلها كده، فالفكره ان هو برده حتى رجوع هيبقى مفاجاه وجميله وكل حاجه، بس كده كده هيبقى متوقع لان الباقي احنا اوريدي عارفينه. يعني بعد كده بيبقى في 3 و4، مش عارف انا ايه اللخبطه دي، معرفش. بس انا بسطت جدا من التريلر، عجبني جدا التريلر، حاسه بروميسنج فشخ. والفيلم ده او التريلر بمعنى اصح رجعني شويه بالتريلر بتاع سو الاولاني وسو الجزء الثاني، يعني تحس ان هو نفس الفايبس، حتى كده كمان كسينماتوجرافي تحس ان هو نفس الفايبس بتاعت الجزء الاولاني والجزء الثاني، نفس السينماتوجرافي بتاع الافلام القديمه. فدي من اكتر الحاجات اللي كانت انا بجد حقيقي محمساني يعني للفيلم. انا بجد ده تقريبا المفروض ان هو هينزل في هالوين في اكتوبر، بس بعد كده في اخر التريلر لقيت مكتوب ان هو هينزل في سبتمبر، فغريب قوي ان هو هينزل في سبتمبر مش في اكتوبر، يعني لان نوعيه الافلام دي الجور بقى والرعب والكلام ده كله دي بيبقى دايما في اكتوبر في هالوين بقى وبتاع، فغريب شويه ان هو مش هينزل في اكتوبر. ما علينا، بس انا كتريلر انا بصراحه اتبسطت جدا، انا ام فيري هايبت مقارنه بالافلام الزباله بتاعت الفرانشايز اللي فاتت دي، سواء جيكسو سواء سبايرل سواء حتى كمان سو 3 دي ما كانش قد كده بصراحه. فانا بصراحه اتبسطت من اللي انا شفته يعني. فانا نسبه ترقبي للفيلم هي 8 من 10. اتمنى بجد نسبه ترقبي، يعني اتمنى، انا اعطيته نسبه ترقب عاليه بس اتمنى الفيلم ما يخسفش بيها الارض يعني. ف كلها كام شهر وهنشوف عودة فيلم سو، عودة توبين بيل او عودة جون كريمر للسينمات بعد فترة كبيرة. بس ما عنديش حاجة تانية اقولها عن فيلم سو اكس، اتمنى الحلقة تكون عجبتكم ان شاء الله، اشوفكم في فيديو تاني قريب، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقة عجبتكم، ما تنسوش برضه تعملوا سبسكرايب للشانل التانية اللي اسمها هوم الون وتيك تو، هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن، ولو حابين تعملوا لي فولو لايك على فيسبوك وتويتر انستجرام برضه هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن، وباي باي.